ونعود حول إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا. تنضم إلينا من باريس مراسلتنا عزة غريبة. عزة، إذن تم تأكيد إصابة الرئيس طبعا إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا. هو ليس أول رئيس أو رئيس وزراء في العالم الغربي يصاب بالفيروس. ما تداعيات هذه المسألة؟ كيف ينظر إليها في هذا التوقيت؟ نعم ماجد، الخبر وصلنا للتو من قصر الإليزي، حيث قام الرئيس الفرنسي بإجراء اختبار لفيروس كورونا، وهو يقوم بذلك بشكل دوري كما تعلم كل الرؤساء والمسؤولين السياسيين الذين يتواصلون مع الضيوف الأجانب وأيضا مع المواطنين. ورغم احترام مسافة التباعد الاجتماعي، دائما يلجأ هؤلاء المسؤولون إلى فحص دوري وأيضا فحص كل من يحيط بهم. الخبر الذي وصل يقول بأن الإجراء الذي قام به الرئيس الفرنسي اليوم، إجراء هذا الفحص، قد بين أنه يحمل فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية مستقرة، لا بل جيدة لحد الآن، ليس لديه أي عوارض شديدة، وهو سيبقى في العزل لسبعة أيام. كان العزل في فرنسا لأربعة عشر يوما، ولكن تم خفض عدد الأيام إلى سبعة أيام بحسب الخبراء الطبيين، وبالتالي هو سيقوم بكل واجباته الرئاسية عن بعد خلال هذه الفترة. وهذا الأمر ماجد يطرح تساؤلات حول زيارته المرتقبة إلى لبنان الأسبوع المقبل. على الغالب ليس هناك معلومات رسمية حول هذا الموضوع، ولكن على الغالب بحسب الوضع الحالي سيتم إلغاء هذه الزيارة إلى لبنان. وهو اليوم كان يفترض أيضا لديه لقاءات مع المسؤولين السياسيين، ستلغى هذه اللقاءات. بالطبع هذا يعني حدث ليس فقط مع الرئيس الفرنسي، كثير من رؤساء الوزراء، وهذا طبيعة الإجراءات. لكن عزة، لابد أن أسألك، هنا في الولايات المتحدة في بريطانيا كان هناك آلية متبعة لعلاج الرئيس، هل هناك آلية مختلفة لعلاج الرئيس الفرنسي باعتقادك كأعلى مسؤول في الدولة؟ ليس هناك آلية خاصة بالرئيس. سئل ماكرون أكثر من مرة حول هذا الموضوع، قال بأن الآلية المتبعة في المستشفيات الفرنسية لدى الجميع سيتم إجراؤها فيما لو أصبت، وبالتالي الأدوية المتبعة وأيضا حتى بالنسبة للقاح الذي سيبدأ إعطاؤه في فرنسا نهاية شهر ديسمبر الحالي، ونحن بانتظار الضوء الأخضر من هيئات سلامة الأدوية الأوروبية والفرنسية، كل ذلك سيخضع له الرئيس كأي مواطن آخر كما ذكر مرارا، وبالتالي ليس هناك بروتوكول معين للمعالجة سيتم وصفه للرئيس غير البروتوكولات المتبعة حاليا في المستشفيات الفرنسية. طيب عزة، أيضا من وجهة نظر أخرى، اليوم يعني أوروبا كلها تقريبا أقرت بالأمس، رأينا اجتماع المفوضية يوما محددا أو أيام محددة لتوزيع تطعيم ضد فيروس كورونا. إلى أي مدى هذا يتداخل يعني مسألة تقديم هذه اللقاحات خلال المرحلة القادمة وإصابة الرئيس الفرنسي، خصوصا على يعني الشعب الفرنسي؟ هناك نوع من الطمأنينة أعطاها فكرة اللقاح المتوفر في الأسواق والذي ينتظر الضوء الأخضر للبدء بحملة التلقيح نهاية الشهر، نوع من الطمأنينة بالنسبة للشعب الفرنسي الذي لا يزال محروما من التنقل بشكل حر، لأن أرقام الإصابات كبيرة جدا. كان يفترض ماجد في الخامس عشر من الشهر الحالي، أي قبل عدة أيام، أن يتم تخفيف العزل المنزلي الصارم الذي كان مفروضا في فرنسا، لأن الأرقام، أرقام الوفيات خصوصا، كانت عالية جدا، أكثر من 500 وفاة يوميا. ولكن حتى لو انخفضت أعداد الوفيات وانخفضت أيضا الأعداد من يدخلون إلى أقسام العناية المشددة في المشافي، لكن عدد الإصابات لا يزال مرتفعا جدا، أكثر من 10,000 إصابة يوميا، في حين حتى
ابتدأ الرئيس 5000 إصابة يوميا لكي يتم تخفيف إجراءات العزل، وهو ما لم نصل إليه بعد. نعم، أشكرك على هذه الرسائل، وبالطبع سيعني نقوم بتغطية هذا الخبر بالتحليل خلال الساعات القادمة من باريس، مراسلتنا عزة غريبة.